هاي سي جورج. دكتور جاور مقني مدير جهه للصحه بصفاقس. دونك اثر تسجيل اصابه في الفريق التربوي مدرسه بجهه صفاقس تنقل الفريق الجهوي مصلحه الطب المدرسي والجامعي قام عمليه تقصي سجلنا 6 اصابات في الجمله بالنسبه للفريق التربوي و7 اصابات بالنسبه للتلامذه اللي هما مخالفين للفريق التربوي المعني. احنا التقسيم نتاعهم كان على 2 اقسام 6 في قسم و1 في قسم اخر. القرار كان 92 من جملة 92 تحليل للمخالطين الكل للإصابات اللي قاعدين نكتشفوا فيهم. دونك معناتها برسك العباد الكل اللي هما معنيين صار لهم التحاليل نتاعهم. بالنسبة للعباد المعنيين اللي هما مصابين تم وضعهم في الحجر الصحي. المخالطين كيف كيف. بالنسبة فما قسم فيه 6 إصابات مجمعة دونك حسب بروتوكول صحي تم غلق القسم هذاك. تم التأكيد على تطبيق قواعد حفظ الصحة خصوصا تباعد حمل الكمامة وغسل الأيدي بانتظام. تم إحداث فريق للمتابعة الصحية للعباد اللي هما تم تسجيل الإصابة عندهم كيف كيف للعباد اللي هما حطيناهم في الحجر وكانوا عندهم مخالطة لصيقة للحالات الإيجابية. احنا نقولوا تم اكتشاف مجموعة إصابات في نفس المكان وهذوما بعد عملية التقصي نجم نقولوا باللي الوضعية تم الحد منها خصوصا انه حتى العباد المخالطين تم وضعهم في الحجر الصحي بعد ما تم اجراء تحاليل. عدد التحاليل كان هام جدا وقاموا به فرق إدارة جهوية مصلحة المدرسة والجامعي الصحة الوقائية. دونك خلينا نجموا نحصلوا الإصابات ونصوروا احنا العباد كلهم ديجا حالتهم لاباس حالتهم الصحية لاباس لكن قاعدين نراقبوا فيه. توا اليوم نشوفوا عودة أو موجة للوباء الكورونا في أوروبا مثال ولا في الخارج نشوفوا بها، شنو النصائح نجموا نقدموا للمواطنين اللي ما عادش يتخلاو خاصة على الكمامة والبروتوكول الصحي؟ هو صافي تو 2 سيمانات جمعتين تالي عندنا تعليمات من سلطة الإشراف بتكثيف عملية التقصي وهذه تدخل في إطار الوقاية. قاعدين كانت تلاحظوا حتى في النتائج اليومية بتاعنا مالغري أنه تلقاو نسبة الإيجابية ضعيفة مالغري أنه عدد حالات الإصابات ضعيفة مالغري أنه حتى المقيمين في وحدات كوفيد برسك قاعد التون فير زيرو لكن قاعدين كثفوا في عملية التقصي. هو يدخل في الإطار الوقائي يلزمنا ديما نقوموا بالتحاليل خصوصا أن سلطة الإشراف موفرت لنا تحاليل سريعة بكميات كبيرة تخلينا أنه نكتشفوا هذه الحالات هذوما كيف نكتشفهم ديريكت مون نهار 20 الحالة الأولى نهار 21 تمت عملية تقصي وتم حصر الحالات مباشرة وهذا كان مكتشفناهوش من الأول وكان مجاش فما منظومة كاملة بتاع تقصي راهو كانت تتفشل في المدرسة كاملة. الحمد لله نجمنا نسيطروا عليها من الأول. البروتوكولات الصحية البروتوكول الصحية معناها شنو الميساج نوصلوا للمواطن توا في الوقت هذا اللي تخلى على البروتوكول الصحي؟ أظن فما زوز حاجات مهمين. الحاجة الأولانية لازمنا نفهموا باللي راهو الفيروس هذا ما نجمو نغلبوهوش بالوقاية. الوقاية مقسمة على زوز حاجات تطبيق قواعد حفظ الصحة التباعد الجسدي حمل الكمامة غسل الأيدي بانتظام هذا الفولي الأول. الفولي الثاني هو التلقيح وهنا احنا فما حملية تلقيح اللي هي موجهة للصغيرات اللي هما في الإعداديات وفي الليسيات وهنا يلزم العباد الكل والأولياء سيرتو خاطر تعرف بالنسبة للصغيرات يلزمهم يلقحوا بإذن من الولي ترخيص من الولي وهنا حتى كي عملنا حملات صحيح لقحنا أعداد كبيرة لكن مازالوا فما شكون ما عطاوش تراخيص لولادهم باش يلقحوا لازمهم يستغلوا الفرصه هذه ويلقحوا لولادهم خاطر الصغير ينجم يكون حامل الفيروس ويعدي الكبير. الوضع بصفه عامه في صفاقس الوبائي في صفاقس؟ احنا تو حالتنا الوبائيه قاعده ديما في تحسن ديجا لينا مده بلي احنا قاعدين نوصلوا حتى الصفر وفيات لنا مدة انه نوصلوا النسبة الإيجابية أقل من 5% لكن ما ينفيش هذا انه ديما اليقظة والحذر يكونوا موجودين وهذا اش قاعدين نعملوا بالتحاليل اللي قاعدين نقوموا بها بصفة انتقائية وقت اللي نسجلوا إصابات في بلاصة وإلا بصفة دورية كل مرة نمشيو بلاصة نعملوا تحاليل باش نشوفوا حاجة
في منطقة معينة. أغلب اللي لقوا دكتور يسأل اليوم على المناعة عنده شي توقيت ولا يقول لك أنا مريش المناعة بتاعي تضعفت وثم إمكانية العودة للفيروس هذا. هو المناعة بالتلقيح راهي تاخذ مدة وتخلينا في مأمن من التعقيدات نتاع المرض. هذه المرحلة الأولى، لكن أنتم تعرفوا بلي احنا انطلقنا تولينا مدة في التلقيح الثالث اللي هو لتعزيز المناعة، وخصوصا ابتلينا بالفرق الصحية اللي هي معرضة أكثر باش تصير لها إصابة، وإلا للعباد اللي هما كبار في العمر لأكثر من 75 سنة، وإلا العباد اللي تنجم الفيروس يأثر عليهم اللي عندهم أمراض مزمنة، وأنتم تلاحظوا بلي كما قلت لك لينا مدة بينا في الجرعة الثالثة. بالنسبة اللي عنده مرض ديكلار يقول معناها يسجل هو من الأول وقت اللي يسجل في الليفاكس هو ديجا في الفورميلير وقت اللي يسجل في روحه يطلبوا منه معطيات حتى اللي ما سجلهاش وقت اللي جاي يلقح سهلوه الأسئلة هذوما قالوا له أنت مريض في حاجة عندك شي حاجة.